السلام عليكم. ان شاء الله هذا الفيديو مختلف، هو فيديو تحت طلب العديد منكم اللي كيقولوا انهم باقي عندهم امل بغاو ينجحوا، ولكن باقي عندهم مجموعه المشاكل وعندهم فقط شهر على الامتحان. اذا انا هنا غنحاول نقدم لكم واحد الطريقه كيفاش تقدر تحاول تخدم باش على الاقل تنجح او لا تجيب اكثر من داكشي اللي توقعتيه في هذا الشهر ان شاء الله. الا كنتي من الناس اللي مازال تالفين، الناس اللي دايخين مع الاجواء ديال هذا العام، تالفين حيت الامتحان هذا العام مختلف، ما بقاش تيوريك وبراتيك ولا امتحان ديال سانتيز، وكثره الهضره اللي كاينه في لي جروب فيسبوك غادي تزيد تلفهم. الا كنتي كتحس بان المستوى ديالك مازال ناقص، بانك محال تنجح بهذا المستوى اللي عندك دابا، الا كنتي تالف وما عرفتيش منين تبدا، ولكن عندك حاجه واحده، عندك اراده كبيره باش تنجح، ماشي من الناس اللي لاشوا. الا كانت عندك هذه الاراده الكبيره باش تنجح، مستعد انك تبدا من جديد وتحاول مره اخرى بطريقه مختلفه ونفسيه طموحه. فهاك الطريقه، اول حاجه احنا باش ما ندوخوش وتا واحد ما يبقى يعطينا شي حاجه اللي ما كايناش، غادي نديروا ورقه وستيلو نشوفوا هذا الامتحان. قالوا لنا ان فيه مواد ديال العام الثاني اللي خلوها لينا لاننا قريناها في القسم قبل ما نوقفوا، وكاين مواد اللي تزادت لينا فيه اللي هي مواد ديال العام الاول. دونك حنايا المواد اللي خلاو لينا بالنسبه للتخصص ديالنا اللي هو التي اس دي اي، خلاو لينا الباز دوني بروغراماسيون كليون سيرفور والبروغراماسيون ويب كوتي كليون. الا جينا كاع حنا نحسبوا المواد اللي تزادتنا هذا العام اللي دايره يعني مشاكل لواحد العدد ديال الناس اللي في الصراحه يقدروا تخصصات اخرين دير لهم مشاكل، ولكن بالنسبه للتخصص ديال تي اس دي اي نورمالمون ما عندناش المشكل، لاننا هاد المواد اصلا هي مرتبطه. الناس اللي خدموا ستاج ولا خدموا البروجي راه ما غاديش يلقاو مشكل وما غاديش يطيحوا في انهم خاصهم يمشيو يراجعوا المواد ديال الدوره اولا ديال العام الاول، لاننا مرتبطين. اجو نشوفوا شنو قرينا حنا في العام الاول. في العام الاول حنا قرينا الاو تي اي، يعني هو لو موديول ديال ليسونسييل اون تكنولوجي د انفورماسيون، داكشي ديال سيستيم دو نيميراسيون، لاجبر دو بول، و كل ما يخص يعني الثقافه العامه ديال كيفاش على لي بي سي لانستالاسيون د ان بوست انفورماتيك، و شويه ديال لانترودكسيون ديال على الريزو. من بعد قريت واحد لو موديول اللي هو جد مهم اللي هو البروغراماسيون ستركتوري اللي كان هو المدخل للبرمجه، تعلمت شنو هي البرمجه، كيفاش كنقدروا نصاوبوا خوارزمي وكيفاش كنقدروا نحولوهم دي بروغرام، واستخدمنا اللونغاج سي. كان عندكم واحد لو موديل ديال بيروتيك اللي الهدف ديالو انكم تعلموا تخدموا في الوورد، في الاكسس، في الاكسل، وفي الباوربوينت. وفي الدوره الثانيه كان عندكم اهم موديل اللي هو لو موديل ديال بي او او اللي تعلمتوا فيه كيفاش غادي تخدموا لا بروغراماسيون بطريقه اخرى، يعني بطريقه ديال اورينتي اوبجي. وهذا الموديل هذا هو الاساسي لانه هو اللي غادي يعلمكم لو لونغاج سي شارب، لونغاج سي شارب اللي غادي تخدموا به من بعد في هاد لو موديل هذا البي اس سي اس في العام الثاني. يعني واحد اللي غادي يكون غيراجع هاد البي اس سي اس ما غيكونش محتاج يراجع البي او او، حيت البي او او هي المدخل للبي اس سي اس. ما يمكنش انا نفهم في هذا شي حاجه الا ما كنتش فاهم لا بي او او، والبي او البي او هي اللي كتعلمني نصاوب داكشي ديال لي زانترفاس، دونك عادي جدا. وكان عندي واحد لو موديل اللي هو على الموديليزاسيون اللي هو يو ام ال، تعلمنا فيه لو لونغاج يو ام ال، وفيه ثلاثه الامور اللي تقدروا تحتاجوا تراجعوها في واحد يومين في الاخر. دونك حنا غنبداو بشوي بشوي، غنبداو بالموديل الاول اللي هو لو موديل ديال الباز دو دوني. الموديل ديال الباز دو دوني هو اول موديل خاصك تفكر تمشي تراجعه، فيه ثلاثه الاجزاء، فيه الموديل البارتي ديال موريز، البارتي ديال اس كيو ال، والبارتي ديال ترانزاكت اس كيو ال. الا دخلتي عندي القناه غادي تلقى واحد البلاي ليست فيها باز دو دوني عامه، وفيه كاينين دي بلاي ليست مقسمين، كاين بلاي ليست قائمه خاصه بالدروس ديال موريز، قائمه خاصه باس كيو ال، وقائمه خاصه بترانزاكت اس كيو ال، مقسماهم لكم ان شاء الله نخليهم لكم حتى في لو ليا في ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو هذا.
تدخل تتقرا تتبع هذيك القائمه تتلقى راسك ساليتي هاد البارتي هادي موريز من بعد لقيتي فيها شي تمارين اكزرسيس تتحاول انت تخدمو عاد تشوف التصحيح ماشي تقرا السؤال والجواب هادي راه دوينا عليها من الاول ما عندها حتى معنى. نفس الطريقه في لي بارتي الاخرين اسكيل ولا ترانزاكت اسكيل غادي تلقاو فيهم التمارين. هنا هذا الموديل هذا عندو كل شيء غتلقاوه في القناة، سواء الكورس سواء التمارين سواء الامتحانات اللي هما كونترول ولا ريفام وكذلك لي زيكزامان ديال فان فورماسيون. واكثر من ذلك انا غنعطيكم الليه للسيت اللي غادي تقدروا تيليشارجيو منه البوليكوب ديال هذا لو موديل هذا كامل، يعني البوليكوب ديال باش الناس اللي عرفوه كيفاش غتبدا البوليكوب اللي قريت به انا الدراري دو ا ازيت. غتلقى فيه الدرس، غتلقى فيه الاسئله ديال التمارين اولا التيبيات وما غتلقاش الجواب، وهذاك الدرس غتعاود تلقاه مشروح هنا في الفيديوهات بالدارجه، وهذاك التمرين اللي غادي تلقاه غادي تعاود تلقاه هنا ثاني معنا الجواب ديالو في الفيديوهات. يعني عندك انت هذاك البوليكوب اللي تقدر امبريميه كاع الا كنت تخدم بورقه وستيلو يجيك احسن، وفيما تلقى شي تمرين كتحاول معاه، فيما تحاول معاه تشوف من بعد التصحيح ديالنا او الاقتراح لان كيكونوا عندنا اكثر من حل صحيح غتشوفوا عندنا في الفيديوهات. انا كنصحك دابا انك تخدم بورقه وستيلو، ما بقيتيش تخدم لا ماشين، خلي لا ماشين حتى لاخر فرصه فاش يكون عندك يعني صافي ولات عندك لا باس. تقدر كاع ما تخدمش بلا ماشين، اي واحد ما عندوش لا ماشين ماشي مشكل، يقدر يخدم بورقه وستيلو لانه غادي يخدم وغادي يشوف التصحيح ويحاول يفهمه من بعد. دونك هذا فيما يخص الباز دو دوني. انا هنا ما كنتفهمش شي واحد اللي غادي ما يخدمش فيه وما يجيبش فيه مزيان، تبعوه وشوفوا راسكم واش غتفهموا ولا لا. يعني الكور عندكم، عندكم الفيديوهات مشروحين بالدارجه الكور، عندك التمرين مشروح كتمرين ومشروح الاسئله ومشروح الاجوبه ديالنا. ايوا شنو باقي خاصك؟ خاصك الوقت، الوقت انت اللي غادي تاورغانيزي. دونك غتمشي ايطاب باغ ايطاب وتحاول يعني تاكسيليغ. راه كيما كنقولوا الخدمه د الشهر اللي غيجمع عليه الخدمه في هذا الشهر ماشي بحال اللي خدام بدايه العام. اللي من خدام بدايه العام دابا يقدر يدير غير ساعه في النهار كيراجع، اما انت يلاه بغيتي تخدم يعني خصك تبدل واحد شويه المجهود، غتبدل المجهود اكثر. غير ديك الاراده اللي عندك غادي تساعدك انك تبوس يعني تخدم مزيان، ان شاء الله غادي تخدم مزيان. واللي فهمتيها فضل، حنا راه ما كنقلبوش انك تجيب 20 وما كنقلبوش انك تميز وما كنقلبوش، كنقلبوا انك تعرف بدايه الطريق وتنجح، وملي تنجح تقدر تعاود تقرا هذا الشيء على خاطر خاطرك الا عجبك وبغيتي تكمل فيه حياتك المهنيه. الموديول الثاني اللي هو الموديول ديال بي ا سي بي، بي ا سي اس اللي هو الموديول ديال لا دونيت، حنا كنقولوا ليه لو موديول ديال لا دونيت. موديول جد جد ساهل، هما هنايا غادي يعطيونا ثلاثه تاع الطرق باش نخدموا على ابليكاسيون اللي يعني غنصاوب واحد لابليكاسيون بثلاثه الطرق، يا اما نخدم بالمود كونيكتي ولا المود ديكونيكتي ولا الانتيتي فريمورك. نفس الطريقه غادي تدخلوا عندي القناه غادي تلقاو واحد البلاي ليست قائمه خاصه بالتي بيات، حيت هذا موديول براتيك، بالتي بيات ديال في المود كونيكتي ولا ديكونيكتي ولا الانتيتي فريمورك. احنا هنا الهدف اللي خاصكم تفهموه هو هذا لو موديول هذا، خاصك تصاوب واحد لابليكاسيون دو جيستيون اللي فيها هذوك لي بوتون دو نافيغاس. المهم الا بغيتوني نزيد نفصل لكم هذا اشنو فيه بالضبط راني نعاود نفصلو لكم فيديو اخر باش ما نطولش انا دابا هذا الفيديو. المهم هذا لو موديل هذا هو ثاني موديل تمشي تقراه، انا كنعطيه لكم في الترتيب ديال الاهميه وديال السهوله. هذا لو موديل فاش جيت بغيت تقراه، حيت دابا انت ما عندكش الوقت، اختار واحد من هذوك لي موديل لي مود، واحد جوج ولا ثلاثه، وحده فيهم اللي قراها. غير الا خدمتي بلو مود كونيكتي فانت هنا غادي تسهل عليك الخدمه، حيت غتبدا تتراجع اسكويل معاه. المود كونيكتي كضطر تكتب انت لي روكيت بحال كضطر تعاود تكون واعر في اسكويل. الا ما كنتيش واعر في اسكويل كنصحك تمشي تخدم بلو مود ديكونيكتي ولا بالانتيتي فريمورك. غير لو مود ديكونيكتي ولا الانتيتي فريمورك غتحتاج انك تبدا كاين فيهم واحد لابارتي ديال لا بي او او، يعني تكون واعر شويه في لا بي او او. كاين فيهم دي ميثود واجدين غير تنعيطوا ليهم فخصني نحفظهم شويه، حيت انا غنخدم من بعد في الامتحان بورقه وستيلو. هو حتى دابا انت تقدر تبقى تبراتيكي بورقه وستيلو. الخلاصه هو انك انت دابا فاش تراجع لهذا الموديل اختار واحد من هذيك رقم واحد جوج ثلاثه، واحد فيهم اللي راجعوا وكريستال ريبورت راه ما غايديش ليك
ساعتين ولا ثلاثه السوايع راه غتلقى واحد البلاي ليست اللي انا دايره فيها داكشي اللي خصك تعرف في كريستال ريبورت. شوفوا هو نورمالمون كريستال ريبورت هو براتيك، ولكن الا تحط لينا في التيوري تي غنجاوبوا حتى نقولوا لا ديمارش وكنكتبوا هذوك السطوره خصهم يتكتبوا في الكود عادي جدا. شوفوا الفيديو راه ما غيديش لكم بزاف، حنا كاساتذه راه كنقدر ندوزوا للدراري في حصه ولا حصه ونص كيكون كريستال ريبورت داس. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لو موديل. هذا الموديل الثالث ديال العام الثاني هو لو موديل ديال البي دبليو سي اس سي سي سيتادير البروغراماسيون ويب كوتي كليون. هذا هو كيفاش كتخدم على الويب، يعني الناس تصاوب سيت ويب عادي بسيط كوتي كليون ضروري تعرف لي فاليز اش تي ام ال 5 و سي اس اس 3 تعرف فيه شو الابجديات، يعني تعرف تلون تعرف تكدر الخط تعرف الاساسي تعرفه. من بعد جافا سكريبت، الناس اللي ما عندهمش مشكل في البروغراماسيون جافا سكريبت غتجيه بسيطه، الانسان اللي عنده اصلا هو مشكل في البروغراماسيون جافا سكريبت غتجيه صعيبه، ولكن الا مشيتي المهم انا جافا سكريبت غتلقاوني حاطه لكم فيها بلاي ليست فيها مجموعه ديال التمارين اللي ان شاء الله الا خدمتهم ما تخدم انت دابا على حسب الوقت ديالك سير في لوغدغ. انا كنحط التمارين من الابسط يعني كنتبعهم على حسب الكور من الابسط حتى الاخير. قبل سمحوا لي قبل بالنسبه لهاد لو موديل هذا راني حاطه لكم حتى هو لو ليان، غنحط لكم لو ليان ديال تيليشارجيو فيه الكور ديالو، حطيته لو كور اللي انا قريت به الدراري البوليكوب اللي فيه كل شيء هذا الشيء راني حطيته يعني بارطاجيته فواحد لو سيت، غادي نخلي لكم لو ليان ديالو الا بغيتوا تيليشارجيو لو كور وتخدموا عليه بشوي، يعني تعرف راسك من خاصك تبدا حتى فين خاصك تسالي. بالنسبه لو موديل ديال لاش تي ام ال كي قلت لكم جافا سكريبت غادي تخدموها شويه، يعني لاش تي ام ال غير كيتحفظ، لاش تي ام ال خصها لي باليست براتيك واحد شويه تحفظهم. انا دابا كندوي مع الناس اللي يعني باقي بحال يلا غيبدا من جديد. المهم بالنسبه لجافا سكريبت ولا جيكويري، جيكويري بغيتي تعرفها عرفها ما بغيتيش تو باس، لانها هي بيبليوتيك كتسهل الخدمه بجافا سكريبت. تكون انا عارف جافا سكريبت كتجيني فيها الخدمه طويله، كاينين مجموعه ديال لي بيبليوتيك اللي كيسهلوا الخدمه منهم جيكويري اللي داخله لكم في القرايه ديالكم. ولكن دابا انت ما عندكش الوقت ماشي مشكل تو باس، لان اصلا اغلبيه الامتحانات اللي تحطوا قبل ما تيقولش لك ضروري دير بالجيكويري، ولا كيقول لك ديرها بالجيكويري هاد الخدمه ولا بجافا سكريبت وحده فيهم. دونك انت الا عرفتي هي وحده فيهم ماشي مشكل. في الاغلب لحد الساعه الامتحانات اللي كانوا كتحطوا للتي دي اي في هذا الموديل هذا كانوا امتحانات بسيطه، يعني ما محتاجينكش تكون واعر في جافا سكريبت، محتاجينك انك تكون شو يعني كتعرف ليسونسييل، تعرف حتى الدور الاساسي فيه، يعني دقه اليمنت باي ايدي. انا دابا قلتها لكم باش الناس اللي كيراجعوا يكونوا كيعرفوا دقه اليمنت باي ايدي وصافي، تاع الاساسي فيه وكدوز. بالنسبه لاخر حاجه اللي هي الاكسامل والمكونات الاخرى ديالو، هذا واحد جزء جد مهم. غادي هذا هو يعني غادي يكون تيوريك، حطيت فيه دو ا زد، انا كيف كاتباهم لكم تما حاطاهم لكم البلاي ليست عامه ديالو كما قريتها للدراري، دي سيونس قريتهم للدراري مع تمارين مع يعني نظم وقتك ودخل على الاقل فهم داكشي اللي عطيتكم فقط، فهم داكشي اللي عطيتكم. انا هنا هاد لوكور ما بارطاجيتش يعني السيبور ديالو، ولكن الفيديوهات راه كاينين، الفيديوهات ديال الشرح ديال لوكور راه كاينين صافي باش ما تكثروش عليكم الخدمه. تبع البلاي ليست ديال الاكس ام ال ما غتلقى حتى حاجه ناقصاك، تبع البلاي ليست ديال جافا سكريبت ما غتلقى حتى حاجه ناقصاك. بالنسبه ل اتش تي ام ال 5 و سي اس اس 3 عطيت فيهم شي تمارين، ولكن ما عطيتكمش لي باليز. لي باليز غتقلب في انترنيت غتلقى كاينه واحد ليست ديال لي باليز تتحط وتتحفظها مع الوقت، هادشي اللي كاين. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذوك لي موديل. الا جينا دابا حنايا لي موديل ديال العام الاول، كاينه اللي كنقول انا ممكن تقدروا تلقاو فيها شي حاجه هي لا بي او او والبي او، تقدر تضرب عليها شي طله خفيفه كيفاش تصاوب كلاس كيفاش كان لي غيتاج كيفاش لابستراكت مجموعه مفاهيم. الا بغيتوا تراجعوهم غير بالفيديوهات راه عندي بلاي ليست ديالها عامه كامله، الكور اللي قريت حيت قريتها للدراري هذا العام كاين عندكم تما الا عزيز عليكم تخدموا فيديوهات. و اخر موديل اللي هو لو موديل ديال UML. لو موديل ديال UML هو واحد لو موديل لي تيوريك اللي كيشبه دونك هنا الخدمه ديال موريز. تقدروا تحتاجوا تضربوا واحد الطله على اشنا هما هاد ثلاثه الاشياء اليوز كيس. الا امتحانات اصلا اللي كان كيتحط فيها UML كيتحط هي اليوز كيس ديغام دو سيكونس والكلاس، خاصكم تعرفوا لهذا الشيء. تقدر تخلي واحد يومين وتضرب طله على داك الشيء اللي قريتي في العام اللي فات، ما وصلتيش ليها ماشي مشكل، ولكن الاساس يعني
يعني الطريقة لاباز ديالها هي انك تفهم اشنو عندك في الامتحان وباش خاصك تبدا. انا نعاود لكم هنا، خاصك تبدا بالباز دو دوني هي الاولى وتبعها البروغراماسيون ديال لي زابليكاسيون كليون سيرفور. ضروري لي زابليكاسيون كليون سيرفور، وتاخذ غير واحد في هذوك لي مود هو اللي تخدم عليه، ودوز تعرف شويه على الاتش تي ام ال وجافا سكريبت، ودوز ليكس ام ال بلا ما دير جي كويري الا كنتي معطل، دوز ليكس ام ال. تحدد لكل حاجه وقت، عطي لكل مثلا انا كنقول تعطي الباز دوني سيمانه، تعطي لهداك هذا سيمانه، وتعطي لهذا الاخر سيمانه. بالنسبه للبي او او تقدر تعطيها واحد يومين، والاو ام ال تعطيها واحد يومين. هكذا غادي تكونوا ان شاء الله قدرتوا انكم تراجعوا وتستعدوا في شهر الامتحان. وكما قلت لكم القناه ديالي غتكون المساعد الرسمي ديالكم الا بغيتوا تفهموا بسرعه. الله يسر لكم الامور، ونتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم. السلام عليكم.